صباح الخير لكم جميعا معنا أونلاين أو معنا هنا في الكنيسة في يوم جديد، في صباح يوم جديد. بنهيئ قلوبنا قدام الرب، أدعونا كلنا إن احنا نغمض عينينا في محضر الرب دي كده، ونقول له رب قلوبنا كلها قدامك يا رب، قلوبنا كلها يا رب تنسكب قدامك أنت السيد. احنا جايين النهاردة رب فعلا، واحنا جوانا حاجات كتيرة قوي رب، لكن يا رب عشان نستقبل منك النهاردة لازم نفضي اللي جوانا دوت، وإلا كل الأمور دي اللي احنا مليانين بيها هتبقى واخدة مكان البركة والنعمة والخير اللي انت جاي علينا بيه النهاردة. وانت مغمض عينيك لو سمحت ولا سمحتي، كل حد فينا وانت في روح العبادة كده قول للرب انا عايز حضورك في المكان النهاردة يكون بيزيل كل تقل جوايا، بيفضي كل حاجة انا مشحون بيها النهاردة، عشان عايز اخد من ايديك النهاردة يا رب، لأن أنا في بيتك أنت أبويا الملك، أنت أبويا الغني، أنت أبويا المعزي والمشبع لكل حاجة جوايا النهاردة. أنت عارف يا رب أنا جاي منين، أنت عارف كان إيه حصل في يومي، في أسبوعي، في كل حاجة حصلت قبل اللحظة اللي أنا داخل فيها محضرك النهاردة. وأنا جاي النهاردة بقولك املأ عيني بيك، ما تخلينيش اشوف اي حاجة غيرك هنا النهاردة في المكان. قول له الكلمات دي من فضلك، شجعك من خلال الكلمات بتاعت الترنيمة اللي جاية اللي هنبدأ بيها وقتنا. قول له كده يسوع نتوجك، يسوع نتوجك، وانت بتعلن الكلمات ديت وانت بتعلن انك بتديله الملك بتاعه النهاردة على قلبك وعلى قلبي النهاردة، انك بتكلم ملك، بتكلم اله قدير جاي يعمل فيك وفيا النهاردة عمل جديد. صدق وانت بتبدأ معانا وقتنا دوت، وانا بعلن ايماني انا واخواتي ان الرب هينقلك وينقلنا كلنا النهاردة في وقتنا. امين يا احبائي، امين. احنا بس محتاجين الكلمات تبقى قدامنا هنا، لو حد ممكن يطلعها لنا. عرشك بيننا والدم
كلتشر عايزين نقول الكلمات دي كلنا مع بعض بصوت واحد. هو مزمور طويل شوية، بس اللي حصل في المزمور دوت ان داود كان بيغنيه وهو حاسس بنصرة عظيمة، لان مكتوب كده ان هذا النشيد في اليوم الذي انقذه فيه الرب من ايدي كل اعدائي ومن يد شاول. فقال، هنقول الكلمات دي كلنا مع بعض بروح واحدة. هو مزمور زي ما بقول طويل، بس ياريت لو ينفع كلمات المزمور تطلع قدامنا، لو ينفع كنترول روم. بس وانت بتقول الكلمات دي ممكن ما يكونش انا وانت مختبرين ان احنا فعلا في الليفل ان احنا هزمنا شاول وربنا قد ايه اتمجد معانا وان احنا هزمنا شاول. ممكن نكون عكس دوت، ممكن نكون مهزومين من شاول، لكن واحنا بنقول الكلمات بتاعت المزمور دوت مع بعض، اعلن كده ايمانك ان حتى لو انت مش شايف ان انا وانت في مكان النصرة دلوقتي، اعلن ايمانك ان زي ما داود اعلن كلمات النصرة دي، انا وانت لينا نفس الحق ان احنا نعلنها بالايمان. انا مش عارف كلماتها ينفع تطلع قدامنا ولا لا، بس انا هبدأ، ولو طلعت بليز كاتش اب يعني معنا. احبك يا رب يا قوتي، الرب صخرتي وحصني ومنقذي، الهي صخرتي به احتمي، ترس وقرن خلاصي وملجئي، ادعو الرب الحميد فاتخلص من اعدائي، اكتنفتني حبال الموت وسيول الهلاك افزعتني، حبال الهوية حاقت بي، اشراك الموت انتشبت بي، في ضيقي دعوت الرب والى الهي صرخت، فسمع من هيكله صوتي وصراخي قدامه دخل اذنيه، فارتجت الارض وارتعشت اسس الجبال، ارتعدت وارتجت لانه غضب، صعد دخان من انفه ونار من فمه، اكلت جمر اشتعلت منه، طأطأ السماوات ونزل وضباب تحت رجليه، ركب على كروب وطار وهف على أجنحة الرياح، جعل الظلمة ستر حوله ومظلته ضباب المياه وظلام الغمام، من الشعاع قدامه عبرت سحابة برد وجمر نار، أرعد الرب من السماوات والعلي أعطى صوته بردا وجمر نار، أرسل سهامه فشتتهم وبروقا كثيرة فأزعجهم، فظهرت أعماق المياه وانكشفت أسس المسكونة من زجرك يا رب، من نسمة ريح أنفك، أرسل من العلي فأخذني، نشلني من مياه كثيرة، أنقذني من عدوي القوي ومن مبغضي لأنهما أقوى مني، أصابوني في يوم بليتي وكان الرب سندي، أخرجني إلى الرحب خلصني لأنه سر بي، يكافئني الرب حسب بري حسب طهارة يدي يرد لي، لأني حفظت طرق الرب ولم أعصى إلهي، لأن جميع أحكامه أمامي وفرائضه لم أبعدها عن نفسي، وأكون كاملا معه وأتحفظ من اسمي، فيرد الرب لي كبري وكطهارة يدي أمام عينيه، مع الرحيم تكون رحيما، مع الرجل الكامل تكون كاملا، مع الطاهر تكون طاهر ومع الأعوج تكون ملتويا، لأنك أنت تخلص الشعب البائس والأعين المرتفعة تضعها، لأنك أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي، لأني بك اقتحمت جيشا وبإلهي تصورت أسوارا، الله طريقه كامل، قول الرب نقي، ترس هو لجميع المحتميين به، لأن من هو إله غير الرب؟ ومن هو صخرة سوى إلهنا؟ الإله الذي منطقني بقوة ويصير طريقا كاملا، الذي يجعل رجلي كالإيل وعلى مرتفعات يقمني، الذي يعلم يدي القتال، فتحنا بزراعي كوس من نحاس، وتجعل لي ترس خلاصك ويمينك تعضدني ولطفك يعظمني، توسع خطواتي تحتي فلم تتقلقل عقباي، أتبع أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى أفنيهم، أسحقهم فلا يستطيعون القيام،
يسقطون تحت رجلي، تمنطقني بقوة للقتال، تسرع تحتي القائمين علي، وتعطيني أكفية أعدائي ومضي أفنيهم. يصرخون ولا مخلص إلى الرب فلا يستجيب لهم، فأسحقهم كالغبار قدام الريح، مثل طين الأسواق أطرحهم. تنقذني من مخاصمات الشعب، تجعلني رأسا للأمم، شعب لم أعرفه يتعبد لي، من سماع الأذن يسمعون لي، بنو الغرباء يتذللوا لي، بنو الغرباء يبلون ويزحفون من حصونهم. حي هو الرب ومبارك صخرتي ومرتفع إله خلاصي، الإله المنتقم لي والذي يخضع الشعوب تحتي، منجية من أعدائي، رافعي أيضا فوق القائمين علي. من الرجل الظالم تنقذني، لذلك أحمدك يا رب وفي الأمم وأرنم لإسمك، برج خلاص لملكه والصانع رحمة لمسيحه لداود ونسله إلى الأبد. رنم معايا الترنيمة اللي جاية كده، قوله بنيجي نتواضع قدامك، تعالى كده بروح التعبد قدام الرب وقوله بنيجي نتواضع قدامك يا رب النهاردة. Thank you.
قالوا تعالوا يا تعابة. لو أي حد فينا حاسس إن هو محمل بأي تقل مهما كان، رنم الكلمات اللي جاية. تعالوا تعالوا يا تعابة، العالم الحزين من العالم الحزين. أدعوكم نقف مع بعض وإحنا بنقول الكلمات دي. افطر في التعليم هتنسى هموم العالم في لحظة. افطر في التعليم في لحظة. افطر في التعليم ده جماله بارع بارع اجمل من كل الناس. مروته صادع صادع دورتي كل مكان مش لاقي زي حبيبي. دورتي كل مكان دورتي كل مكان يا للا صادع صادع كل محبة وإخلاص. مش لاقي زي حبيبي يا صاحبي. دورت في كل مكان مش لاقي زي حبيبي. دورت في كل مكان دورت في كل مش مستني موقف راح يفرحني او مستني كلام هيطمني ويسعدني. انت يا رب فرحي. قل له كده وانت بتكمل اعلان الايمان. نرنم الكلمات دي مع بعض يا احبائي.
حصينة والأرض دي ملكك يا ابن الله. لو قادر تكمل وقتنا دوت الترنيمتين اللي باقيين وانت واقف أمين، لو مش قادر اتفضل اقعد، بس دول آخر ترنيمتين هنختم بيهم وقتنا النهاردة. ¡Gracias!
العالم فيها انت الرب وانت الله العالم وصينا شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وصينا وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور اراضينا شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وصينا وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور اراضينا الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها عايشين لمسين وكل يقين اعلن روحك فينا بيصير وجهنا وبك يا معين مجد من حوالينا الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وصليها الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وصليها ماشيين وياك رفعين رايات وبعضنا يا سمينة بتكمل قالك شوف آيات نصليبك يغنينا الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالم وسطيها يا رب احنا بنشكرك يا رب احنا يا رب بنعلن كده ان انت الملك بتاعنا يا رب انت السيد بتاعنا بنشكرك انك اديت لنا يا رب الوقت دوت معاك كمل معانا افتح قلوبنا اكتر لاستقبال يا رب كلمتك من اخونا عادل يا رب استخدمه وكلم انت على لسانه هو في اسم المسيح احفظنا كلنا في اسمك ليك المجد والكرامة امين تفضل صريح صباح الخير عندنا موضوع النهاردة يمكن شوية مش بنتكلم عنه كتير لكن هنتكلم عن حاجة اسمها السلطان ازاي السلطان دوت او ايه هو السلطان في الكتاب المقدس والسلطان ده سلطان مين وبيديه لمين خلينا ناخد دقيقة كده مرة تانية قبل ما نسمع كلمة ربنا خلينا ناخد دقيقة نسكب قلوبنا قدام ربنا يا رب كلنا جايين بكل انقصار وانسحاق يا رب وتوبة قدامك بنعلن يا رب انك انت صاحب السلطان الحقيقي وصاحب السلطان الوحيد يا رب انت ملك الملوك ورب الارباب احنا جايين النهارده بكل قلوبنا طالبين وجهك يا رب تخبي عبدك يا رب في الصليب بكل ضعفات يا رب تعال انت خد يا رب المشهد تعال انت يا رب سود على الكنيسه سود على الكلمه تعال انت يا رب كلمنا تعال انت يا رب افتح قلوبنا يا رب لنفهم نستوعب يا رب اللي في قلبك نشكرك لأنك حي ونشكرك لأنك حقيقي ونشكرك لأنك موجود يا رب ونشكرك إنك أنت رأس الكنيسة والكنيسة هي جسدك يا رب بكل قلوبنا طالبين وجهك نعلن احتياجنا ليك في اسم المسيح لكل المجد آمين الموضوع اللي ربنا شغلني بيه هو سلطان الله اللي بيمنحه للمؤمنين
الآية الأولانية اللي ربنا شغلني بيها اللي هي موجودة في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول، بيتكلم كده بيقول: أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. كلمة سلطان كلمة مهمة جدا، إحنا كتير مش بناخد بالنا منها، وبنقرا الكتاب وبنفكر في حاجات كتير قوي، بس مش بناخد منا من بعض الآيات أو بعض الكلمات اللي بتبقى مهمة قوي ربنا عاوز يكلمنا فيها. فالكلمة اللي ربنا شغلنا بيها قوي هي كلمة سلطان. فهنا في الآية ديت بيقول: كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان، عطية، هبة بالنعمة. لكن هنا بيتكلم، خدوا بالكم، بيقول مش للكل لكن فئة. الفئة ديت برضه عشان ما نتلخبطش، مش فئة معينة، لكن بيتكلم عن أما كل الذين قبلوه. فكل الذين قبلوه يعني الذين قبلوا المسيح وقبلوا عمل المسيح بالإيمان أعطاهم سلطان. هنشوف بعد شوية تفاصيل. معنى كلمة سلطان مش قوة، لكن سلطان هي ممكن تكون نفوذ، سيطرة. أنا بحاول أخذ المعنى اللي مكتوب في السلطان، هو سلطة مفوضة من الله للكنيسة. مفاهيم أحيانا كتير قوي الناس لما نيجي نتكلم عن حاجة زي كده بتقول لك يمكن دي الأشخاص معينين في الكنيسة، يعني يكونوا رتبة كنسية أو موهبة. فهنعرف النهاردة أن السلطان دوت مش موهبة لبعض الناس اللي خدوا مواهب معينة في الكنيسة، لكن حاجة تانية كمان، مش مفيش مؤهلات معينة مطلوبة علشان نمارس هذا السلطان وناخذ هذا السلطان. زي ما قرينا: أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان. هنرجع شوية من البدايات خالص عشان نعرف إيه تاريخ السلطة أو السلطان دوت اللي الرب اداه. فلاقي كده من بداية سفر التكوين هنشوف كده الرب بيقول الثالوث: قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر، على طيور السماء، على البهائم، على كل الأرض، على جميع الدبابات التي تدب على الأرض. في بداية الخليقة لما ربنا خلق الخليقة كلها، لما جه يخلق الإنسان قال هنعمل الإنسان ده على صورتنا، الآب والابن والروح القدس على صورتنا. المخلوق الوحيد اللي اتقال إنه على صورة الله هو الإنسان، من كل الخليقة ومن كل المخلوقات اللي خلقت. فقال يتسلطون، وهنا يتسلطون دي هي نفس الكلمة وهنشوفها تاني بتتكرر. يتسلطون جاية من السلطان. طيب نكمل، هنلاقي بعد الآية اللي بعدها على طول يقول كده: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه. خدوا بالكم، ذكر وأنثى، مفيش فرق، ذكر وأنثى خلقهما وباركهما الله وقال لهم اثمروا واكسروا واملأوا الأرض. خدوا بالكم من الكلام، اخضعوها وتسلطوا على سمك البحر، على طيور السماء، على كل حيوان يدب على وجه الأرض. دي بداية الخليقة وبداية الوقت اللي الرب فيه ابتدى يقول الإنسان أنا بديك سلطان علشان تعيش على الأرض. الأرض دي الإنسان أخذ سلطة وسلطان عليها بتفويض من الله علشان يديرها. هنشوف الآية كمان اللي بعدها بيقول كده: وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. بتفويض من الله ليه سلطان على كل الأرض، على كل المخلوقات في الأرض، الجبال، الهضاب، البحار، الحيوانات، الطيور، الدبابات. والكتاب المقدس كان بيقول على كل، على جميع، ما فيش استثناء. يعملها يعني يكون مسؤول عنها في سلطته، لكن كمان يحفظها من إيه؟ من العدو، لأن في عدو في الوقت ده. العدو ده الشيطان اللي اطرد من السماء بكل الملائكة اللي سقطوا معاه. حصل بعد كده في الإصحاح الثالث من سفر التكوين يقول كده: فقالت المرأة:
مش واخد الكل الجزء كل الباراجراف، لكن واخد بس منه بعض الآيات عشان نعرف إيه اللي حصل، وأكيد أنتوا عارفينه بس نفتكره بسرعة. فقالت الحية اللي دخل فيها الشيطان، قالت للمرأة: أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ وابتدت المرأة حواء تخش في جدال وتخش في مناقشة مع الحية اللي فيها الشيطان. فقالت الحية للمرأة: لن تموتا. الآية 6 إيه اللي حصل؟ فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. اللي حصل أني حصل مناقشة ما بين الشيطان اللي في داخل الحية وما بين حواء على الشجرة اللي ربنا قال لآدم وحواء ما تاكلوش منها، شجرة معرفة الخير والشر، لأن يوم ما تأكل منها موتا تموتا. الله ما قالهمش ما تاكلوش منها علشان فيها حاجة كويسة، لكن علشان دي كانت الوصية الوحيدة، مش من كل شجر الجنة، هي شجرة معرفة الخير والشر، أو الشجرة اللي ربنا قال له ما تاكلش منها. خدوا بالكم أني أنا عارف أنتوا عارفين كل الكلام ده، بس بحاول نفتكره مع بعض. لما الله خلق آدم ابتدى يديله سلطان على الأرض، ابتدى آدم يعيش السلطان ده بطريقة جميلة، بطريقة عجيبة جدا. فيقول الكتاب أن الله اداله قال له سم الحيوانات، وهو بيسمي الحيوانات بيدي كل حيوان اسم، كان بيديله في الاسم ده كمان شخصية. يعني لما يقول ده اسمه أسد، كان الأسد بشخصية الأسد، بقوة الأسد، بجبروت الأسد. لما يسمي ده قرد، لما يسمي ده، كان بيدي شخصية، كان بيدي اسم للحيوانات، كان عنده ذكاء وكان عنده سلطة مفوض بها من الله. ليه؟ لأنه خضع، لكأنه خاضع لسلطان الله. خد بالكم هنا، أول ما حصل أنه سمع لكلام الشيطان، إيه اللي حصل؟ فقد سلطان الله، فقد الخضوع لله، وبقى خاضع لمين؟ السلطان اللي الله ادهوله فقده، والسلطان ده راح لمين؟ راح للشيطان. وتلاقي بعد كده ان آدم وحواء كل مش بس ان هم حاسوا انهم عريانين، لكن فقد السلطة، فقد السلطان المفوض ليه من الله. البرغوت ممكن يخليه مش عارف ينام، بقى خايف من كل حاجة، بقى حاسس انه تعبان، بقى القوة والسلطان ما بقاش الحيوانات يقدر ليه هيبة على الأرض وعلى المخلوقات. خلينا علشان مش عايز أطول عليكم بسرعة، خلينا هنشوف هنا في حتة بسرعة في تجربة الشيطان الرب يسوع المسيح. أنا عارف إن إحنا عارفين التجارب وعارفين كل العظات اللي اتقال عنها، لكن في حتة مهمة قوي أحيانا مش بناخد منها بالنا منها. ثم أصعده إبليس إلى جبل، الكلام ده موجود في إنجيل لوقا إصحاح 4. ثم أصعده إبليس إلى جبل عالي وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان. خدوا بالكم من الآية 6، إحنا حلو أو بناخد كل حاجة على بعضها، بس مهم أحيانا بيبقى فيه تفاصيل مهمة خالص. آية 6 بيقول كده: وقال له إبليس، إبليس بيكلم الرب يسوع المسيح، لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن، لأنه إلي قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد. غريبة جدا أن في التجربة، تجربة الرب يسوع المسيح، أن الشيطان بيتكلم على حتة مهمة قوي. السلطان اللي أخده بعصيان آدم وحواء في الجنة، السلطان اللي اتسحب من آدم وحواء، الشيطان بيساوم الرب يسوع المسيح عليه، قال أنا هديك السلطان ده بس بشرط تسمع كلامي. عايز أقول بس بسرعة، الرب يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد، فهو الله 100%، لكنه كمان إنسان 100%. إنسانيته دي علشان نحن، هو الله الظاهر في الجسد علشان
يصالحنا مع الله وعلشان ياخد العقاب بتاع خطايانا وعلشان يمثلنا على الصليب كان لازم يبقى إنسان 100%. وهنا وفي التجربة مش بتجرب على إنه الله، لكن بيجرب على إنه إنسان بيمثلنا. الشيطان بيقول له أنا مستعد بديك السلطان اللي خدته من آدم، بس بشرط تسمع كلام. زي ما آدم سمع كلام الشيطان في جنة عدن وفقد السلطان، هنا بيساوم الرب يسوع المسيح. لكن الرب يسوع المسيح بيقول له هنا إيه؟ لا، هي الفكرة مش بس إن بيقول له إن سجدت ليا، لكن لو الرب يسوع المسيح سمع لكلام الشيطان كان هيظل هذا السلطان مفقود. لكن الرب يسوع المسيح قال له لا، الرب يسوع قال له لا علشان يسترد السلطان اللي فقد من آدم وحواء في الجنة. نفس الإصحاح هنبتدي نلاقي أن الرب يسوع ابتدى خدمته، إنجيل لوقا إصحاح 4، ويبتدي يقول كده: وكان يعلم في مجامعهم ممجدا من الجميع. قبل كده مش هنلاقي أن لسه خدمة الرب يسوع ابتدت، لكن بعد الموقف ده الرب يسوع المسيح استرد السلطان لما قال للشيطان لا. نفس الإصحاح 4 يقول كده: انحدر إلى كفر نحوم، نزل بلد اسمها كفر نحوم من الجليل، وكان يعلمهم في السبوت، فبهتوا من تعليمه لأن كلامه كان. إحنا مش بناخد بالنا من التفاصيل الصغيرة أحيانا، لكن الكلام ده مهم جدا. قبل التجربة على الجبل، قبل تجربة الشيطان، كان لسه السلطان مفقود. بعد التجربة الرب يسوع استرد هذا السلطان، نلاقي ان كلامه كان بسلطان وكل اعماله كانت بسلطان. فبهتوا من تعليمه لانه كان يكلمهم بسلطان. اكتر من مكان، انا بس باخد ايات قليلة علشان ما ضيعش وقتكم، لكن الكتاب مليان مليان بالايات اللي يتكلم عن الرب يسوع كان بيتكلم بسلطان وكان بيشفي بسلطان، كان ليه قوة على الطبيعة بسلطان. الآية ديت برضو في لوقا 20 بيقول كده: في أحد تلك الأيام إذ كان يعلم الشعب في الهيكل ويبشر، وقف رؤساء الكهنة وكتب مع الشيوخ، سألوه السؤال ده، قالوا له: قل لنا بأي سلطان تفعل هذا، أو من هو الذي أعطاك هذا السلطان؟ دي حاجة مهمة يا جماعة. اللي بيتكلم هنا مش ناس، مش التلاميذ، مش ناس قريبين، لكن دول الأعداء اللي واقفين له على الوحدة، لكن شايفين إنه هو بيتكلم. مش بيتكلم زي الكتبة وزي الفرسيين وزي المعلمين، لكن بيتكلم بإيه؟ بسلطان. لو قعدنا نكرر هنلاقي في الآيات المعجزات أمور كتيرة جدا كان الرب يسوع بيتعامل بيها بالسلطان. كلمة دي، الآية دي مهمة قوي في رسالة يعقوب إصحاح 4، وهو بيقول: قاوموا إبليس فاهرب منكم. قبلها بيقول حتة صغيرة خالص برضو أنا ما كنتش واخد بالي منها أبدا، فبيقول إيه؟ فاخضعوا لله، وبعدين قاوموا إبليس فيهرب منكم. إيه معناها؟ عايز أقول لهم إن في جنة عدن أنتوا كنتوا خاضعين لله، وبعدين حصل عصيان ففقدتوا الخضوع لله، بقيتوا مش خاضعين لله، ما بقيناش تحت السلطان بتاع الله، فحصل إيه؟ فقدنا السلطان بتاعنا. فهنا بيقول لهم عايزين ترجعوا تاني تبقى ليكم قوة ويبقى ليكم سلطان، انتوا لازم تخضعوا لسلطان الله، لازم تخضعوا لسلطان المسيح علشان تقدروا تقاوموا إبليس. وعين لما بيقول لهم قاوموا إبليس بيقول لهم مش هيهرب من المسيح، لكن هيهرب من مين؟ هيهرب منكم. دي مهمة قوي يا جماعة. السلطان دي حاجة مهمة قوي هنتكلم عنها بسرعة. احنا في حروب كتيرة جدا بنفشل فيها مع الشيطان، مع الخطية، مع الظروف اللي احنا بنكتس فيها، مع حاجات كتيرة جدا، عايشين مكسورين وعايشين مهزومين وعايشين
تعبانين علشان احنا في حاجة كبيرة جدا الله مدهنا واحنا مش عارفين نستخدمها، وكأن مدينا قوة هائلة واحنا مش عارفين هي ايه ديت. فممكن يكون احنا بنجهل هذا السلطان او مش عارفينه او مش عارفين نستخدمه في حروبنا مع الشيطان، في حياتنا اليومية، في صلاتنا، في خدمتنا. لو قدرنا نستوعب مدى السلطان اللي الله مدهنا هتفرق جدا حياتنا المهزومة المكسورة التعبانة اللي بنفشل في حاجات كتيرة أو اللي مليانة بالإحباط، مليانة بحاجات كتير أو متعبة. لو قدرنا نفهم فيها شفت في حياتنا وهتتغير. اخضعوا لله، ارجعوا اخضعوا لسلطان الله علشان تقدروا تقاوموا إبليس، هيهرب منكم. هتقدروا تتكلموا بسلطان، هتقدروا تصلوا بسلطان، هتقدروا تخدموا بسلطان. الآية اللي قرناها من الأول بقولها تاني وهرجع نكمل. السلطان ده مش لفئة معينة، كهنة كنسية أو كهنوتية أو خدام، لكن ده لكل الذين قبلوا. أي شخص مؤمن بالمسيح، أي شخص قبل المسيح رب ومخلص لحياته، هذا السلطان ممنوح لي من الله شخصيا. في انجيل لوقا، الكلام ده موجود في كل البشائر بس انا باخد جزء معين علشان يعني مركز قوي ويفهمنا قوي ايه اللي بيحصل. في انجيل لوقا اصحاح 9 بيقول كده: رب يسوع دعا تلاميذه الاثنى عشر واعطاهم قوه وسلطان. اللي عايز بس اوضح فرق بين القوه والسلطان، اللي دخل الجيش في مصر او يعني في كل حته بيعرف ان القوه تختلف عن السلطان. فمثلا عندنا في الجيش كان ضابط صغير، يعني قد كده، صغير خالص لكن ضابط، يعمل كل اللي عايزه في الناس كلها بالاوامر، لانه عنده مش قوه، عنده سلطان مفوض انه يعمل، يدي اوامر للناس تحارب، يدي اوامر للناس تصحى الساعه 5 الفجر، يدي اوامر للناس انها ما تنامش طول الليل، يدي اوامر للناس يكلف ناس بمهام، لان عنده سلطان مش لانه قوي. ممكن يكون واقف قدامه واحد 2 متر وهو قد كده، لكن عنده سلطان يقدر يقول له اعمل كده ما تعملش كده. الرب يسوع ادى التلاميذ قوه وسلطان على جميع الشياطين وشفاء الامراض، وارسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى. دي يا جماعه هنا دي البدايه. الرب يسوع قال للتلاميذ انا استرديت السلطان ولسه على الصليب هنهي على الشيطان، لكن باسترداد السلطان اللي اخده، اللي رجعوا لينا تاني، اللي فقدناه في الجنة آدم وحواء، ابتدى يدي التلاميذ سلطان. بعد كده هنلاقي التلاميذ فلما خرجوا كانوا يجتازون في كل قرية، برضو ده لقى 9، يبشرون ويشفون في كل موضع. كل اللي الرب يسوع قاله لهم كان بيحصل. ولما رجع الرسل أخبروا المسيح بجميع ما فعلوا، فأخذهم وانصرف منفردا إلى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صيدا. هنا ما قالش إيه التفاصيل، لكن حصل حاجات كتير وهم رجعوا قالوا له أنت شفت إيه اللي حصل معانا. نفس الإصحاح دوت اللي ما كتبتهاش بس نرجع نلاقي حصل كده، إن الناس اتجمعت وبعدين قالوا له خد بالك اصرف الناس علشان الوقت اتأخر، عشان يروحوا يباتوا في أماكن تانية ويأكلوا، لقوا حاجة يأكلوها. تستغربوا الآية اللي المسيح قالها لهم: أعطوهم أنتم ليأكلوا. طبعا احنا هرناها وعظ وروحانيات، بس أنا شخصيا حاسس أن المسيح كان بيقول لهم أنتوا تقدروا تعملوا المعجزة، انت تقدروا تعملوا المعجزه. ولما ما رفضوا قال لهم طب خلاص خلوهم يقعدوا، وصلى وشكر وبارك ووزع الاكل.
استغرب ان المسيح بيقول لهم اعطوهم انتم، انتم تقدروا، انتم تقدروا لو عايزين تستخدموا السلطان اللي انا اديته لكم هتقدروا. الاصحاح اللي بعد الايه دي بس اعتراضيه كده بسرعه، لما التلاميذ ربنا فتح عليهم بسرعه دخلهم فكر من عسى ان يكون اعظم فيهم، كارثه. والكتاب المقدس بيكتب الكلمات دي عشان احنا كمان نتعلم. لما ربنا فتح عليهم واكرمهم وابتدت ربنا يستخدمهم في حاجات وامور عظيمه، بسرعه دخلهم فكر مين هيكون اعظم فيهم، يوحنا ولا بطرس ولا اندراوس ولا. الاصحاح اللي بعده اصحاح 10 يقول كده، وبعد ذلك احيانا كتير قوي بنقول طب ما يا جماعه ده يمكن ده السلطان ده كان بس علشان دول مين؟ التلاميذ، دول يعني القريبين من رب يسوع المسيح. ده الاصحاح اللي بعده على طول يقول كده، بعد ذلك عين الرب يسوع 70 اخرين ايضا وارسلهم اثنين امام وجهه الى كل مدينه وكل موضع حيث كان هو مزمعا ان ياتي، فقال لهم ان الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل الى حصاده. مره ثانيه الرب يسوع المسيح الاول الاصحاح اللي قبله اختار الناس القريبين قوي تلاميذ وبعتهم وربنا باركهم قوي وعمل معاهم امور عظيمه جدا ورجعوا شاهدوا وقعدوا يحكوا معاه ايه اللي حصل معانا. الاصحاح اللي بعده اصحاح 10 عين 70، وال70 دول حتى ما تقالش اسمائهم، مش هنلاقي ولا واحد منهم قال اسمه ولا معروف، مش من التلاميذ، وعاوز يقول ان ده مش بس للتلاميذ، مش بس للأسوس والخدام والرسل والأسقفة والكهنة. عين 70، انت موافق تيجي معايا تعالى، انت بتقبلني تعالى، انت عايز تمشي معايا السكة تعالى. 70 واحد عينهم لانهم قبلوا، مش عينهم غصبا عنهم، قبلوا. عمل ايه؟ ارسلهم. بس هنا في حتة برضو مهمة قوي مش عايز اعديها، ان الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. ودي رسالة تاني ربنا النهاردة بحطها في قلبنا في آخر الأيام، فعل قليلة قوي والحصاد كتير، ربنا عاوز يبعت ولاده بالسلطان علشان الكرازة والتبشير والخدمة. الناس محتاجة قوي، الناس محتاجة قوي، ومش محتاجة ربنا يبعت حد، محتاجة ربنا يبعتنا إحنا. نفس الإصحاح في الآية 17 يقول كده، فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. انت اديتنا سلطان واحنا شفنا وجربنا واختبرنا لما بنتكلم باسمك في حاجة بتحصل، في حاجة بتحصل، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. في امور عظيمه ما كناش متخيلين انها ممكن تحصل بتحصل لما انت اديتنا السلطان، انت استرجعت السلطان، اخدت السلطان واديتهولنا، واحنا بالسلطان ده بنخدم وبنشوف حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. ورب يقول لهم كده، رايت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. يقول لهم كده في ايه 19، ها انا اعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. رب تاني رب يسوع المسيح تاني يرجع يأكد على نفس، أنا بديكم سلطان يا كنيسة يا شعبي يا جسدي، أنا بديكم سلطان علشان صلواتكم تبقى مؤثرة، علشان خدمتكم تبقى مؤثرة، علشان حياتكم تبقى مؤثرة، لكن كمان السلطان ده يا جماعة علشان نمارسه في بيتنا، نمارسه مع أسرتنا مع أولادنا. لو حد عي أنا عندي سلطان وأنا بصلي، لو حد لو في مشكلة لو في احتياج أنا عندي سلطان. يعني موضوع تاني موضوع كبير، لكن إحنا محتاجين نمارس السلطان ده حتى في بيتنا في احتياجاتنا في ظروفنا، محتاجين نمارس السلطان ده في خدمتنا، محتاجين نمارس السلطان ده في صلواتنا.
محتاج نمارس السلطان ده والصلاة من أجل البلد اللي احنا عايشين فيها، من أجل الأمور كتيرة قوي غلط. لو احنا صلينا ممكن ما كانتش حصلت حاجات غلط كتير، وصلنا لحاجات كتير قوي مش حلوة. ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب. الحياة والعقارب مش التعبان. الحياة والعقارب إن رمز الشيطان دايما الحية اللي دخلت في الشيطان دخل فيها وكلم آدم، فدايما بيرمزوا للشيطان بالحية. عايز يقول لهم كل أنواع الشياطين والعقارب والحيات وكل مملكة إبليس وكل قوة العدو، أعطيكم سلطان لتدوسوا. الحاجة الثانية الآية 20 بسرعة بيقول كده: ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت السماوات. وكأن الرب بيقول لهم أنا عايزكم بس تاخدوا بالكم، مش بس عايزكم تفرحوا بالنتائج، أن أنتوا بقيتوا أولاد الله، دي نتائج أن أنتوا خدتوا السلطان، دي حاجة حلوة، بس خدوا بالكم كمان أن في حاجة أحلى من كده: أسماءكم كتبت في السماوات. انتوا بقيتم ولاد ربنا، انتوا بقيتم ولاد الله، انتوا لكم حياة أبدية. أنا عايز أقول بس أحيانا يعني حد يتساءل ويقول يعني إحنا في ظروفنا ديت، في ناس تعبانة وفي ناس متألمة وفي ناس عندها مشاكل. أنت بكلمنا عن السلطان أو ربنا بيكلمنا عن السلطان، لكن أنا عايز أقول النهاردة أن ربنا لما بيلفت نظرنا الأمور زي كده مش علشان هو مستقل بالظروف اللي بنكتس فيها، لكن ربنا عاوز يغير الظروف اللي بنكتس فيها ويخلينا احنا يبقى لينا قوة وسلطان على العدو اللي بيخلينا احيانا كتير قوي نكتس في ظروف صعبة وفي ظروف وحشة، على المرض، على المشاكل. عشان كده ربنا بيكلمنا عن السلطان مش علشان حاجة رفاهية، لكن دي تولز مهمة قوي ربنا عاوز يستخدمها في حياتنا عشان حياتنا تكون مثمرة ومؤثرة وفعالة في صلواتنا وفي خدماتنا وحتى في بيوتنا وفي علاقاتنا. في الآية في إنجيل متى 28: ولما رأوه بعد القيامة المسيح ظهر للتلاميذ وظهر للناس اللي كانوا مجتمعين اللي بيحبوه، بيقول كده: ولما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شك. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا، خذوا بالكم الكلمات مهمة جدا: الآن دفع إلي كل سلطان وبالتحديد في السماء وعلى الأرض. أنتوا بقى حرين، أنتوا حرين، لكن أنا بقول لكم دفع إلي كل سلطان في السماء وفي الأرض. وبعدين انا هعمل ايه؟ اذهبوا. كلمه اذهبوا هنا يا جماعه احيانا احنا بناخدها بس كده، يلا روحوا بقى، لا، دي كلمه مليانه بالقوه، مليانه بالسلطان، مش بس تكليف. ربنا ما بعتش حد على حساب نفسه، على تكلفه نفسه، ده هو بيدينا السلطان والقوه. بيقول انا دفع الي السلطان، وانا هديكوا السلطان ده تخرجوا من كل الدوائر الضيقه والضعيفه اللي في حياتكم لدوائر الملكوت، لدوائر البركه، لدوائر الروح، لدوائر المليانه سلطان. لان انت مش هتروح على حساب نفسك، انت الروح القدس هيرافقك، انت هتكون مليان سلطان وانت بتخدم وانت بتبشر وانت شغال. اذهبوا وتلمذوا وعمدوا، والآية 20 وعلموهم. عايز افكر عند تعلموهم ديت لان مهم قوي. عايز يقولوا علموهم ان الدرس اللي حصل ما يتكررش تاني. درس بتاع ايه؟ بتاع جنة عدن. في جنة عدن آدم وحواء كانوا خاضعين لسلطان الله، فعاشوا ومارسوا السلطان، ولما سمعوا كلام إبليس فقدوا الخضوع لسلطان الله، فقدوا السلطان. عايز أقول لهم الدرس ده تعلموه لكل ولادكم، وتعلموه لكل اللي هتخدموه، وتعلموا كل اللي هيآمن بيا، أن وانت خاضع لسلطان المسيح انت ليك سلطان. وانت رافض سلطان المسيح وبتسمع كلام ابليس انت هتفقد السلطان،
وإن كان في سلطان في حياتك هيستخدم غلط. عشان كده في يعقوب قال لهم اخضعوا لله علشان تقدروا تقاوموا إبليس، علشان تقدروا تبقى حياتكم مثمرة مليانة بالتأثير، مليانة بالإيجابية، مليانة بالثمر، مليانة بالصحة، مليانة بالبركة، الصحة في الخدمة، الصحة في الحياة. في الصليب وفي عمل المسيح كان في ثلاث حاجات مهمين قوي، كان في دم للفداء، وكان في جسد للشفاء، وكان في قيامة للنصر. احنا كتير قوي احنا بنقعد جنب الصليب، ده حلو قوي الصليب فعلا، والدم الفداء ده حاجه جميله جدا، بس كتير عايز ربنا عايز يحركنا للقيامة. القيامة فيها نصرة، القيامة فيها سلطان، القيامة فيها قوة، القيامة فيها امور ما بتخطرش على بالنا، بس احنا دايما قاعدين عند الصليب عايزين نتحرك لان القيامة. الدم للفداء والجسد بحبره شفينا، لكن القوة في القيامة. ربنا عايزنا نستمتع بالقيامة ونمارس السلطان اللي في القيامة علشان نقدر نعيش. بيقول كده في 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 كلوسي: إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بيهم، إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض. علشان إيه؟ مش عشان نقعد منحنيين ومهزومين ومنكسرين، علشان ناخد النصرة ونعيش النصرة ونعيش القيامة. بس هاخد ايتين تاني بس علشان يقولوا يعني يوضحونا فكرة معينة. بولس الرسول في سفر أعمال الرسل بيحكي عن اختباره، فبيقول كده: ولكن رب يسوع قال له قم على رجليك. هو بيحكي اللي حصل معاه لما تقابل مع المسيح، بيحكي للناس فبيقول لهم ده الاختبار بتاعي. المسيح قال له كده: قم على رجليك، لأني لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به، منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم، لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور، ومن سلطان الشيطان إلى الله. اللي لسه ما خدش حياة في المسيح، لسه تحت سلطان إبليس، ملهوش حياة أبدية، رايح جهنم. رب يسوع بعت بولس قال له أنا عايزك تفتح عيون الناس ديت عشان يرجعوا من الظلمة للنور، من سلطان إبليس سلطان الشيطان إلى الله. الشيطان ليه سلطان؟ يس ليه سلطان، بيمارس سلطانه ده، بيمارس سلطانه ده على اللي لسه ما لهمش حياة في المسيح. وإذا كان ليه على حياة بعض المؤمنين فده غلط، ده مش صح، هو واخد حاجة مش من حقه. علشان كده الرسول بولس الرب يسوع قال له أنا عايزك تروح للناس علشان تفتح عيونهم عشان يرجعوا من الظلمات، لأن في مملكة اسمها مملكة الظلمة ومملكة اسمها مملكة النور. أنا عايزك تفتح عيون الناس عشان يرجعوا من مملكة الظلمة إلى مملكة النور، وعلشان تنقذهم من سلطان إبليس وتنقلهم إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. آية تانية برضو في كلوسي بيقول كده: شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة. احنا قلنا في مملكة الظلمة مملكة النور، وبالخلاص هنا رسول بولس بيأكد في رسالة كلوسي ان أنقذنا من سلطان الظلمة. في سلطة، الظلمة ليها سلطان، الشيطان ليه سلطان. عايز اقول بسرعه، هاخد بس دقيقتين بسرعه اقول معطلات. ليه احنا احيانا كتير قوي ما بيحصلش في حياتنا ان احنا نعيش ونمارس هذا السلطان؟ في رساله افسس احنا عارفين طبعا الكنائس اللي انشئت بعد في سفر اعمال الرسل، بولس رسول
والخدام كله ومعاه خدام تيموثاوس و راحوا اسيا وراحوا اوروبا وعملوا كنائس هناك. ففي رساله افسس بيكلمهم على بعض الحاجات بيقول لهم كده: فاقول هذا واشهد في الرب. هو هنا بيكلم مين يا جماعه؟ بيكلم كنيسه، بيكلم ناس مؤمنه. ان لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الامم. ليه؟ لان سائر الامم دول مش مسيحيين، مش مؤمنين. يمكن اسم البلد بلد مسيحي لكنهم مش مسيحيين. سائر الامم لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الامم ايضا ببطل ذهنهم، اذ هم مظلموا الفكر ومتجنبون عن حياة الله، عن الحياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم. بيقول لهم يا جماعة انت هتعيشوا في وسط ناس، بس خدوا بالكم الناس ديت أمم، ما هماش طالما ما قبلوش المسيح، طالما مش مسيحيين حقيقيين حتى لو اسم المكان مسيح. خدوا بالكم فيه مظلموا الفكر، ذهن باطل، ومتجنبون عن حياة الله اللي بيدهن. الله بيدينا حياة وعايزنا نعيشها. وبعدين بنفس الإصحاح: أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا. الناس مؤمنين، إذ كنتم قد سمعتم وعلمتم فيه كما هو حق. وبعدين بسرعة يقول لهم في آية 25: لذلك اطرحوا عنكم الكذب. بيكلم كنيسة بل بيكلم ناس عادية، بيكلم كنيسة بس بقول لهم خدوا بالكم لو في كذب اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد لقريب، لأننا بعضنا أعضاء البعض. اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غضبكم، ولا تعطوا إبليس مكان. أنا بقرأ الآيات ديت عشان ربنا بيكلمني، عايز يقول لنا لا تعطوا إبليس مكان فيكم. هو ممكن يكون لي مكان، بس أنتم الغريبة جدا أن إحنا ككنيسة أو كمؤمنين اللي نقدر ندي إبليس مكان، هو ما يقدرش ياخد مكان. لكن إحنا نقدر نديه إيه؟ إحنا اللي بنديه مكان، احنا اللي بدي مكان فينا، في وسطينا، في حياتنا، في جسدنا. عشان كده بيقول لهم ما تكذبوش، عشان كده بيقول لهم ما تغضبوش، وخدوا بالكم ما تدوش ابليس مكان. والحاجه الثانيه بيقول لهم لا يسرق السارق فيما بعد. بيتكلم على الفلوس. الغريب ان هو بيتكلم هنا بيتكلم لناس في كنيسه، لكن دي الحاجات يا جماعه اللي ممكن أنا جات بس يعني ربنا قال على الجزء دوت بس علشان نقول بعض الحاجات اللي ممكن تكون بتعطل. مش لازم يكون ده موجود في كل كنيسة، لكن أنا بقول أو الرب عايز يعلمنا إن لما بيبقى فيه أخطاء ويبقى فيه غلطات وبيبقى فيه بندي إبليس مكان، بيعمل إيه؟ بيفشل العمل. ما بنقدرش نمارس السلطان، ما بنقدرش نعيش اللي ربنا عايزنا نعيشه. وبعدين يقول لهم برضو في نفس الحق: لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبيان حسب الحاجة كي تعطوا نعمة للسامعين، ولا تحزنوا روح الله القدوس. بس حبيت يعني أقول بعض الحاجات اللي هو بيكلم كنيسة بيقول لهم خدوا بالكم: الكذب، الغضب، السرقة، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، علشان في الآخر خالص يقول لهم كده: وكونوا لطفاء بعضكم بعدا، شفقين، متسامحين كما سمحكم المسيح أيضا. هي دي في رسالة أفسس، دي جزء العملي، جزء العملي. فبيقول لهم خدوا بالكم عشان تبقوا كنيسة ناجحة ولها سلطان ولها تأثير في المكان اللي فيه، لها تأثير في البلد اللي فيها. السلطان بيمارس في حياتكم، في بيوتكم. أنتم محتاجين تاخدوا بالكم من الأمور ديت. أنا خلصت بس هقول بسرعة كده: صدق أن كل السلطان اللي للمسيح هو أعطاه للجسد
مش علشان يعرفه، لكن عشان يعيشه ويمارسه ويختبره. في حربنا مع إبليس في حياتنا اليومية، في شغلنا، في بيوتنا، في خدمتنا، في حياتنا كجسد، احنا محتاجين يكون لنا هذا السلطان. تعالوا ناخد دقايق نرنم ترنيمة ونصلي مع بعض. الوقت ده وقت غالي قوي على قلب ربنا. ليه؟ لان كل اللي ربنا كلمنا فيه ينفع يكون مجرد شوية معرفة خدناها، حاجة جديدة، حاجة حلوة، او سمعنا عنها قبل كده، او سمعناها وتعلمنا. لكن ينفع ان اللي تعلمناه دوت النهاردة ربنا ياخده كده من حتة الفكر والمعرفة والمعلومة الى القلب، الى الروح، الى الاختبار، الى الممارسة. انا اقدر اقول لرب النهاردة حتى لو كان في ظروف صعبة بنكتس فيها، حتى لو كان في امور احنا يعني لسه ما اختبرناش هذا الامر، نقدر النهاردة نقول لرب احنا محتاجين نرجع ليك تاني، احنا محتاجين نعيش حسب قلبك. خدوا بالكم، المشكلة كانت في الاول العصيان او التعدي او الخروج من سلطان الله، والمسيح رجع لنا السلطان دوت، بس بشرط علشان نقدر نعيش السلطان ده لازم نخضع لسلطان المسيح، نخضع لسلطان الله علشان نقدر نقاوم إبليس فيهرب منكم، علشان نقدر نصلي صلوات مقتدرة، عشان نقدر نصلي والسماء تتفتح، عشان نقدر نصلي وحاجات تتغير، علشان نقدر نخدم، علشان نقدر نعيش زي ما ربنا عايز. ممكن نغمض عينا دقايق. هنا في دقايق واحنا مغمضين عينينا وفي ترنيمة هتتقال دلوقتي، لكن خلينا فكر في الكلمات اللي ربنا النهاردة بيكلمها لك بيكلمها لك. كتير عشنا مهزومين، كتير عشنا منحنيين، وكتير عشنا قلنا وانا مالي، انا مش مسؤول عن حاجة. في ناس مسؤولة، في ناس تعيش وتختبر الكلام اللي بيتقال، لكن النهاردة الكلام ده لينا كلنا، المسؤولية دي لينا كلنا، والسلطان الممنوح من الله والمعطى من الله مش بس للتلاميذ، مش بس للكهنة، مش بس للخدام، مش بس للأسوس، مش بس للمراكز الروحية والكنسية، لكن ده أما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يسيروا أولاد الله.
ده غالي قوي على قلب ربنا. ده الوقت اللي ربنا فيه عاوز يسمع أصواتنا، ده الوقت اللي ربنا عاوز يغير كل كلمة بيقولها لنا لتبقى قوة في حياتنا وتبقى حقيقة بنختبرها ونعيشها ونمارسها. المسيح عمل عمل كامل على الصليب وقال قد أكمل. دم المسيح للفداء وجسد المسيح المكسور كان علشان كل واحد فينا للشفاء، لكن المسيح عمل لنا نصرة في القيامة. والنهاردة الرب بيدعونا نعيش حياة النصرة، حياة الغلبة. مش عايزنا نعيش حياة الانكسار والانحناء، مش عايزك تكمل ومش عايزني أكمل زي ما احنا. القيامة فيها قوة، القيامة فيها حياة، القيامة فيها مجد. ورب النهاردة بيدعونا، أعطيتكم سلطان لتدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. أنت حر تقبل ولا ترفض، لكن السلطان ده ممنوح النهاردة من المسيح، بس بشرط، شرط واحد بس، اخضعوا لله. شرط واحد بس، نخضع لسلطان المسيح. شرط واحد بس، نرفض كل اللي بيقوله إبليس. احنا النهاردة محتاجين، احنا محتاجين النهاردة تاني نرجع تاني لسلطان الله، نرجع تاني نخضع لسلطان الله. محتاجين النهاردة تاني نقول له رب، احنا كتير قلنا ملناش دعوة، قلنا اللي بيحصل ده ما يهمناش، لكن يا رب النهاردة احنا بنجيلك يا رب. يا رب يسوع انت قلت كده، اذا تواضع شعبي الذين دعي اسم عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرضية، ان هسمع من السماء هشفي خطيتهم وهأبرئ أرضهم. يا رب احنا جايين النهاردة يا رب، يا رب جايين النهاردة يا رب، كتير خضعنا لسلطان إبليس، كتير خضعنا لكلام إبليس، مش عارفين نعيش اللي انت عايزنا نعيشه. صلواتنا ما بتطلعش فوق السقف اللي احنا في المكان اللي احنا فيه. رب احنا بنصلي النهاردة يا رب الكنيسة، يا رب الكنيسة كلها، الجسد ده يا رب يرجع تاني ليك. بنتوب عن كل ضعف، بنتوب عن كل تشويش، عن كل يا رب تراخي، عن كل رب استهتار بالمسؤولية الكبيرة اللي انت حطيتها للجسد ده علشان يعيش حياة منتصرة، حياة غلبة، حياة مؤثرة، حياة ميانة بالثمر والبركة. رب أشكرك من أجل الكنيسة، رب أشكرك من أجل كنيستي، وأشكرك من أجل القسيس، وأشكرك من أجل المجلس، وأشكرك من أجل الشعب، أشكرك من أجل الخدمات الجميلة يا رب اللي في كل مكان، والمسؤولين عن كل الخدمات يا رب اللي في الكنيسة. أشكرك من أجل الكنيسة الأمريكاني اللي موجودة هنا في الكنيسة تحت. يا رب يا رب يا رب النهاردة يا رب، النهاردة يا رب أنا بصلي إنك تحط إيدك علينا يا رب بالبركة. يا رب بنتهر كل آكل للبركة، يا رب بنتهر كل حروب إبليس للتشويه والتشويش والانكسار والانحصار في الجسد وفي الذات. بنتهر أي محاولة يا رب أنه يكسر الجسد ويخليه مفتت ويخليه مش جسد واحد، مش وحدة واحدة. أصلي يا رب على كل الخدمات أنها تكون من جديد ممسوحة بالروح يا رب، مليانة بالسلطان والهيبة لكلمتك. كلنا بنخضع لسلطان الكلمة على حياتنا، كلنا بنخضع لسلطان المسيح على حياتنا، كلنا بنخضع لسلطان الروح القدس على حياتنا. يا رب بركة لشعبك يا رب، وبصلي يا رب ان كل كلمة كلمتنا فيها يا رب تكون يا رب حياة بنحياها، وتكون يا رب بتعمل تغيير حقيقي جذري في حياتنا لمجد المسيح. نصلي امين.